نور معنا. معركة حلب طبعا ما تزال متواصلة، كيف هو الوضع هذا الصباح؟ نعم يعني لم يختلف الوضع هذا الصباح عن باقي الأيام. القصف مستمر والدمار مستمر، الموت مستمر، طبعا الاشتباكات أيضا مستمرة في هذه المدينة. طوال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى طال القصف معظم أحياء مدينة حلب تقريبا، الأحياء الشرقية عموما، حي الصاخور، حي مساكن هنانو، حي الشعار، وحي طريق الباب، بالإضافة إلى أحياء حلب القديمة، حي باب الحديد وباب النصر وحي قصر الحرمي، أيضا أحياء حلب الغربية، سيف الدولة والإذاعة وصلاح الدين الذي عاد إلى الوادية من جديد عبر اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. الصباح اليوم شن طيران حربي غارة جوية على مدينة الدار الشرقية في شرق حلب، تعتبر مدينة من مدن ريف حلب الشرقي. شن هذا الطيران الحربي غارة جوية على هذه المدينة التي لا تكاد يخلو يوم من غارة جوية على هذه المدينة بالتحديد. هل من حصيلة حتى الآن سيد؟ هذه المدينة تحديدا. طيب سيد ماجد عبد النور، هل من حصيلة متوفرة حتى الآن حول ضحايا إذا هذه العمليات؟ منذ يوم أمس وحتى اليوم لدينا 35 شهيد، أغلبهم وقعوا في مجزرتين، الأولى كانت عند فرن الذرة في حي مساكن هنانو، وأخرى عائلة كاملة أبيدت في حي المرجى نتيجة القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام. طبعا الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة حلب، في حي كرم الجبل وفي حي سليمان الحلبي، أيضا في محيط قلعة حلب ومحيط المسجد الأموي الكبير، بالإضافة إلى حي صلاح الدين كما قلت هذا الوجه عبر اشتباكات عنيفة تجري في تلك المنطقة. أشكرك جزيلا الشكر سيد ماجد عبد النور المتحدث باسم شبكة شام المعارضة، كنت معنا مباشرة من